في عام الإنجازات تستذكر كركوك نقاط تحولها على الصعيدين الاقتصادي والخدمي. 22 كان عاما حافلا بالنسبة لأهالي المدينة، استقرار أمني وتقدم خدمي يلخص كل ما تحقق. الثقل المركزي لتحالف السيادة في بغداد كان عاملا رئيسا فيما أنجز. زيارة استثنائية للشيخ خميس الخنجر كانت سببا بافتتاح مطار كركوك الدولي. شكرا للدعم اللي والاستجابة للشيخ خميس الخنجر رئيس الكتلة السيادة في مجلس النواب العراقي في دعمه للمطار، وبالحقيقة في زيارته الأخيرة زار المطار شخصيا وأوصل ما مراحل المطار وإنجازات المطار السيد رئيس مجلس الوزراء، وكان دعم أيضا القنوات التابعة لهم في تغطية أخبار المطار. بنفس الوقت لا ننسى بأنه كان واحد من العوامل الأساسية في الاتصال بالسيد رئيس الوزراء لحل موضوع الذرة الصفراء في الفترة الأخيرة مع السيد رئيس مجلس النواب. احنا نقدم شكرنا للقناة ونقدم شكرنا ايضا للشيخ خميس الخنجر الذي يتابع كركوك. نشكر الاستاذ خميس الخنجر، صراحة الرجل لا يحتاج الى المدح، وكون الرجل كان سباقا في موضوع النزوح وخدمة اهالينا النازحين من خلال توفير البيئة التعليمية والصحية لهم، وهو رجال نعم صحيح القدوم قليل القدوم الى محافظة كركوك، لكن دائما خلال اجتماعات وخطاباته لا توجد مناسبة إلا وذكر كركوك بالشيء الجيد إلا وكان مدافعا عن محافظة كركوك. هذا الجهد وهذه المبادرات أصور تفيد الإدارة وتقوي وتشجع الإدارة على تقديم الكثير للمواطنين. بذل الشيخ الخنجر جهدا اجتماعيا كبيرا داخل محافظة كركوك، مستثمرا ما يحظى به من علاقات طيبة بمختلف مكونات المحافظة. يتضح ذلك أكثر من خلال دوره البارز في ترطيب الأجواء بين عقلاء قبيلة العبيد بعد وفاة أميرهم، واجب أداه الشيخ الخنجر كما ينبغي تجاه أبناء جلدته. ولأن كركوك أولى المحافظات بإنتاج محصول الذرة الصفراء، واجه الفلاحون فيها عملية شد وجذب مع الحكومة المركزية في تسويق محاصيلهم، انبرى لها رئيس تحالف السيادة فحقق الهدف المنشود بنجاح باستحصاله موافقة مجلس الوزراء على تسويقها. في كركوك تتجسد وحدة العراق، ومن كركوك نطمئن على أن العراق الواحد الموحد الذي يحترم كل مكوناته وكل طوائفه، وبالتالي من هذه المدينة ومن الإعمار حركة الإعمار الرائعة الموجودة في مدينة كركوك في الشوارع وفي المباني، واللي تنعكس على الواقع الاجتماعي والخدمي والصحي والتعليمي. عدد الكبير من الجامعات الموجودة في كركوك، هذا الترتيب الرائع في هذه المدينة حقيقة يطمننا على مستقبل البلد كله كنموذج رائع لما يمكن أن يكون عليه العراق، ولما يمكن أن تكون عليه بقية المحافظات عندما تسود العدالة بين مكونات الشعب الواحد. لا بأس إن كان لما تقدم غاية شريطة أن تبررها الوسيلة، وسائل أفضت إلى منجز يقدم خدمة للصالح العام، وذلك هو الأهم بالنسبة لأبناء العراق المصغر. كركوك، منها عبد الله العامري، قناة الفلوجة.